كأي أم غتجي غتبغي تنصح ولدها تقلب له على أي طريقة باش يحيد هاد البلية هادي، راه ما يمكنش هما غيجيو يحيدوا لك داكشي، راه ما يمكنش. في الأول شنقول كانت مبلية عادي، مبلية بحال كأي أم غتجي غتبغي تنصح ولدها كتقلب له على أي طريقة باش يحيد هاد البلية هادي. جربت طبيب نفساني، ماشي واحد ماشي جوج، ماشي فاس ماشي جديدة، فهمتي بزاف د الموضوع. ومن بعد جات الفرصة هادي نتاع قطع بلا ما تقطع، صافي على قبل الوالدة باش جيت هنايا قلت لي راه يمكن شي حاجة اللي بلا أدوية بلا والو، ما كنت كناخد أدوية باش نقطع هاد الحشيش. ومنين كنتي كتمشي عند الأطباء، شنو كان المشكل ديالك؟ علاش كنتي كتمشي؟ أنا كان عندي ديك شنقول كنت في الأول على الدراسة قلة التركيز و شنقول كثرة الحركة و شي هذا. من بعد وليت فهمتي مع العنف وليت دخلت في البلية، وليت كنتعنف مع خوتي، وليت كنضرب في الحماية، وليت كنضرب بنادم كيف ما بغا يكون، هادي هادي فهادشي تزاد تعقد شوية حاجة على حاجة. داكشي علاش اضطريت نجي هنا. ومنين بديتي العلاج شنو تبدل؟ لحد الآن كيدورو في راسك أفكار مزيانة، أفكار بوزيتيف، ما كتفكرش شي أفكار اللي ماشي مزيانة، ولا كتفكر تكمل قرايتك، دير مستقبلك، تكون مرضي مع والديك، تكون بزاف الحوايج هي زوينة، ما كاينش زعما شي تفكير اللي خايب، كتبعد من الصداع، بعد من بزاف الحوايج. وداك العادات السلبية اللي قلتي شنو قالو؟ بحال دابا الحشيش كنتي كتكبر بزاف وداكشي، شنو لا صافي داكشي بحال دابا حشيش ما بقيتش نكمل، كنت كنضرب الحمية ما بقيتش كنضرب الحمية، كنت كنعنف خوتي ما بقيتش كنتعنف معاهم، الطريق اللي فيها المشاكل وليت كنتحيد منها كاع باش ندير. وكيفاش كيفاش وقع هاد التغيير؟ شنو تبدل فيك؟ واش تبدل الإنسان ولا تبدلش؟ لا الإنسان هو شنو وقع؟ اللي حركتي شي حاجة، اللي السيم اللي كان داخل ما كان ناعس، اللي عاد فاق منه، اللي عاد حيا منه. السيم اللي حقك؟ حاولت نقطع مرة واحدة فهمتي، حاولت لو بروبليم المهم كنت كنكمي، ما كانش شي نظام اللي فهمتي، كتنعس معطل، كتفيق معطل، ما بقيتش كنقرا، وليت عطيها غير القهاوي، الدوران، بزاف الحوايج اللي خايبين. شنقول كنت حابط راسي ما فهمتي، بحال اللي ما غندير والو، كنت كنقول بعدا بالاخص كنت كنقول غنموت في اي لحظه فهمتي، الموت هي اول حاجه كنت كنديرها قدام، حيت كنا بقوز دوك الحشيش ودوك تضيع الوقت، وهادي بحال اللي بقيت كنقول انا ما بقيت صالح لوالو، حتى شي حاجه ما صالحه، صافي هادشي. ما باغي يقرا، باغي يقلب على راسه ولا المستقبل ديالو مزيان فهمتي، وعى ويعرف شنو يدير، ما يبقاش في الطريق ديال المسخين وهادي. وهذا ما كان، لا لا، وليت دابا نقدر نخرج بوحدي كاع، نخرج غير نتمشى بوحدي، غادي ندخل في حالي الدار نعس بكري، غدا الصباح نمشي للخدمة ديالي. بحال كتقول كلشي كيلقاه ساهل، وهي راه زوينة تلقى شي صعوبات باش تبدلها، حيت هذا هو النمط ديال الحياة، ماشي كلشي كيجي ساهل، خصك تلقى صعوبات في الحياة، وتا حاجة دابا مسألة مازال غتلقى صعوبات خصك تواجهها، وهادي مازال بزاف د الحوايج. يعني شنو كتقول مع راسك كدير مع هاد الصعوبات؟ خصك تعرف تفكر مزيان، تحاول تلقى أنسب حل باش تتجاوز هاد الصعوبات، حتى الثقة في النفس كبرات شوية، مبقاش كانت ناقصة، ماشي الثقة في النفس، أنا في الأول ما كنتش كنثق في راسي، بس أنا كنت كنمشي نتعالج، كنقول مع الوالدة راه غنقطع غادي، ولكن كنقول لي ما قاطع ما والو، بحال اللي كنضرب كلشي بزاف، عكس نتا دابا اللي ثقت في راسي، انا من ذاتي راسي انا بغيت نقطع، انا بغيت ندير هادشي. ولكن
ولكن شنو اللي خلى في العلاج؟ شنو هي الحاجه اللي خلاتك انك تقول انا لهذه النوبه انا اللي غنعالج راسي؟ حتى داك النوبه انت كتمشي باش تعالج. شنو اللي خلى هذا العلاج يخليك تقول انا اللي كنعالج راسي ماشي ما غاديش نتعالج؟ ولكن راه خصك انت تعاون راسك، حيت الا ما عاونتيش راسك راه ما يمكنش هما غيجيو يحيدوا داك الشيء، راه ما يمكنش. واخا هذا ولكن راه ما يمكنش يقدروا داك الشيء انت ما باغيش. حاليا يعني في هذا الشهر هذا خديت بزاف القرارات من داسر راسي، كانني نقرا هنايا ما غنمشيش مع والدي الجديده، غنجلس هنا بحال المهم شي وراق دفعت صيفط شي باسبور شي ورقات، المهم بزاف الاهداف اللي صيبتهم انا من داسر راسي، ما تسنيتش شي واحد يقول لي سير دير هادي ولا سير دير هادي ولا سير دير هادي. ولا جينا نشوفو حتى الحجاج مع مبارك قلت لك قطعو حتى قطعتي راسك. وي ولكن الفضل ديالك ولا كان كان لا كان كان يتسع من كتكون الناس دابا قطعتي شنو كنقولو طرقة الفئة ديالو واش كتيقوك بحال اللي صحابك اللي كانوا تيكنيو معاك كيقولوا لا ما غتولي ترجع نسيتي يقول كيقولوا غتولي ترجع ما غرجع كانت حداهم انا ما غرجعش نكمل هنا. طبيعة الحال راه غتبغي تشوف ولدها مزيان، طبيعة الحال غتفرق وفرحانة. لا مازال ما غيعرفو دابا، دابا حس مسافرين تلاقاو العام الجاي الصيف يكون تحسن كثر. لا ما غادي ديك الشيء كيتطور داك الشيء. شكرا لكم على المساعده ديالكم الله يبارك فيك وشكرا لك انت شرفتينا. الله يسلمك حنا كيعجبنا الحال انك كنا بحال واحد الدافع ديالك باش نوصلوا لشي حوايج زوينين ان شاء الله. الله يرحمها.